السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من أرض معرض بغداد الدولي، وأكيد مستمرين في تغطيات معرض بغداد اللي دائما يطمح للمزيد. هذا اليوم معرض الكتاب اللي راح يستمر من اليوم 18 بالشهر إلى يوم 27، فرصة للكل، وصراحة أجا بتوقيت ممتاز جدا لأسباب عدة، وهي تزامن الأيام الدراسة. دا أشوف ما شاء الله الإقبال جميل جدا من الساعات الأولى للمعرض بسبب الناس اللي جاية تجهز أولادها، سواء بالقرطاسية أو مصادر كتب معينة، مختلف الموجودين، القراء والطلاب ومختلف الفئات العمرية ما شاء الله، مختلف الأشياء والجامعات والأجنحة والدول المشاركة. هذه خطوات أولى للنجاح ما شاء الله لمعرض بغداد الدولي للكتاب، اليوم أول يوم. فحابة اليوم أنا وياكم نبدأ بجولتنا الممتعة إن شاء الله بحضوركم تواجدكم مشاهدتكم، إنه راح نبدي مع جامعة المصطفى. منو ما يعرف هذه الجامعة اللي إلها هواي أفرع، تقريبا 50 فرع في دول العالم وفي بغداد، وكثير ناس درسوا بها دراسات معينة وأيضا درسوا الماجستير والدكتوراه. مع كرار الخفاجي، السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك، الله يحفظكم. احكي لنا عن الجامعة وحضورها في معرض بغداد الدولي للكتاب. مبدئيا جامعة المصطفى العالمية هي جامعة عالمية متواجدة في 50 دولة تقريبا، من ضمنها العراق، وهناك ممثلية العراق. احنا كممثلية العراق شاركنا بمعرض بغداد الدولي، وهذه ليست أول مرة احنا نشارك في كل المعارض اللي تقيمها بالعراق. البرنامج معرض شنو تقيمها للجامعة؟ معارض الكتاب اللي يقيمها معرض الكتاب في المحافظات او في بغداد، احنا نشارك بها. نعم. كون ان جامعه المصطفى لديها دار انتشار وترجمه ونشر. تترجم الدول العربيه باللغه العربيه والانجليزيه والكرديه، وانتشارات لديها تقريبا 1000 عنوان. تختص بالمناهج الاسلاميه. البحوث والاطروحات هذه كلها احنا ننشرها في جامعة المصطفى. اهم الاصدارات اللي اليوم انتم ارتئيتوا انه تجيبوها وياكم في المعرض، واكيد ان شاء الله راح يكون عليها اقبال، لانه بعض يمكن الطلاب يدورون على مصادر دي. يعني احنا كجامعة اسلامية تخصصها علوم انساني اسلامي، فتتمحور حول الاصول والفقه والتفسير. كان هذا المقال عندي اربع كتب، الاول اخر ما تبقى من بغداد، والثاني عن مدينة الكاظمية باب المراد، والثالث بغداد بين دار الخلافة إلى المنطقة الخضراء، مقارنة بين القصور الخلافة العباسية وقادة السلطة الحكم، وكيف كانوا يعيشون وما يعيشون الآن في الوقت الحاضر في المنطقة الخضراء. والكتاب الأخير هو بغداد الأدرة والكنائس والمقابر. شنو رأيك بمعرض بغداد؟ والله معرض جميل، وفكرة متنفس للمثقفين. يعني أنه نشكر القائمين على هذه المبادرة وبارك الله بهم. يوم جيت تغيرون جو وتستمتعون وتشوفون أهم الإصدارات الموجودة سواء عربية أو خلص من ضغوط الحياة شوي نعيش خيال الثقافي. أكيد راح يعني أكيد راح تستفاد منها فكريا. طبعاً. أنت هما تستلم. أنا ما جيت أبحث عن مصادر الكتاب القادم، إن شاء الله نلقي. إن شاء الله تلقي. شكرا جزيلا، ممنونة إليك، الله يحفظك أستاذ محمد. مستمرين، خلينا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. عرفنا مركز المحسن ثقافة الأطفال تابع لقسم الشؤون الفكرية بالعتبة العلوية المقدسة، مهتمين بثقافة وأدب الطفل إن شاء الله. احكي لي عن أهم الأشياء اللي موجودة، عندي أشوف مختلف القصص اللي خاصة للأطفال. خلينا نشوف بالله الطفل. شو اسمك ماما؟ عبد الله. عبد الله، تعال عبودي. انت خلينا نشوف تجربه وياك، شنو حبيت من هذه الكتب الموجوده هنا؟ اختار. شو اسمه هذا؟ شنو اسمه؟ قنبر. قنبر، اسمه قنبر. هذا ضربه جزاء، تحب انت كره القدم؟ ايه. زين، هذا ايش قد سعره عبد الله؟ عبد الله شوي امام الكاميرا. ايش قد سعره؟ 1000 دينار هذه، راح انت اول مره تشتري؟ ايه. اللي يشتري اكثر من مجله اكو له لو اكيد له خصم، اكيد دعم للقراءه اكيد. اطفالنا دائما انا اريد اشوف الطفل شنو يحب، هو يحب كره القدم، اذا موجوده مختلف القصص. ممكن هنا شويه حتى الناس تشوفك. اي
مختلف القصص اللي خاصة بهوايات الأطفال وأيضا للبنات بأسعار رمزية جدا من العتبة العلوية المقدسة. خلينا نشوف شنو إضافة العتبة العلوية. دا أشوف حياة الفادي. هذا كتاب حياة الفادي، طبعا الأول بالعراق من نوعه، يتناول حياة الإمام علي عليه السلام بطريقة الكوميك، تقريبا الأول بالعراق من نوعه. طبعا هذا الجزء الأول، وإن شاء الله الجزء الثاني طور الإعداد. شوف الصور تقريبا كأنه شكل المختار الثقافي. لا الرسوم قريبة، هاي بعض خيال الرسام. الخيال حلو حتى يوصل فكرة مناسبة للأطفال، لأن نشوفوا يتأثرون بالمسلسلات مثل مسلسل المختار أو غيره. هذا شوف هذا الكتاب عبد الله أكيد راح يشوفه. زين هذا ايش قصة؟ هذا سعر 10,000. ممكن شنو أفكاركم القادمة؟ دا أشوف يعني فكرة جديدة. حياة الفادي هو كتاب فصول من حياة الإمام علي سلام الله عليه، سعره 10,000. أي 10,000، هذا الكتاب يطرح لأول مرة في المحسن لثقافة الأطفال العتبة العلوية المقدسة. بالإضافة لذلك شنو عندكم؟ يعني من أهم الإصدارات اللي عندنا مجلة قنبة، هي الجوهر للمركز إن شاء الله، فمستمرة ما يقارب صارها 12 سنة، وإن شاء الله مستمرين فتشي تربوي وتعليمي ثقافي، يطرح خلينا نقول القضايا التربوية التعليمية بصورة غير مباشرة للطفل، ممكن يتفاعل وياها، يعني تقريبا من عمر إلى 6 سنوات إلى 12 سنة. شوف الأطفال يحبون الورق، الكتاب، بعيد عن السوشيال ميديا، التليفون، بالتالي هذا يشجعهم على الدراسة يعني أكثر، ممكن يتعلق بالمطبوع. أكو ديسكاونت في قناة الأيام ولا هي أسعارها كلها زهيدة يعني بلي في المجلة؟ خدمتكم. إذا كان مجموعة مثلا يأخذ أكثر من مجلة، مثلا 10 مجلات، يعني إحنا أصلا هناك بمركز المبيعات بالعتبة العلوية السعر مدعوم 500 دينار، بس لأنه هنا مشاركة وجناح فارتينا أنه السعر يصير 1000، مع ذلك ممكن نسوي ديسكاونت. شكرا ممنونة لكم، موفقين دوما ودائما أشوفكم في أعلى المراتب. شكرا للعتبة العلوية حرصها اللي دائما تحضر، وأيضا موجودة العتبات العباسية والحسينية لكل منها فيها مواضيع خاصة وأشياء جديدة. السلام عليكم عمو أبو عبد الله. أنت اليوم جيت تجهز عبد الله؟ أي والله جهز. يعني إحنا جايين على موسم دراسي، شنو أخذت له؟ والله أخذ له تعليم، عنده أخوة أصغر منه، تعليم اللغة العربية والأرقام والأحرف. وبعد شنو أخذت؟ بنات عندك قصاص. أولاد؟ لا اثنين والله، لسه اثنين. وأخذت له قصص وألعاب هم يعني هي فرصة، أكو مصادر وأشياء ما تلقاها بغير مكان، تلقاها هنا. ما هي أصلية، مو أصلية. أصلية. فرحتوا من شفتوا الموعدة قبل المدرسة؟ حلو حلو حلو، معرض حلو، كل سنة يجي والله. قد تقريبا كلفتك كل هذه الأشياء؟ 60,000 تقريبا. بعد عبد الله يريد بعد؟ بعد يريد ياخذ براحته والله. اكيد انا اشكرك وان شاء الله اكيد موفق وتلقى اشياء حلوه وجديده لاولادك. موفق عم ابو عبد الله، شكرا لك. كنت مستمرين معكم. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. سفير التراث استاذ حسن. نعم استاذ. يعني سفير التراث، عرفني شويه. هذا المعرض يعتبر تظاهره ثقافيه واجتماعيه وعلميه وتاريخية. نعم. وهذا المعرض يعكس السستان ويعكس صورة طيبة. نعم. وقيل قديما خير جلس في هذا الزمان وكتابه. نعم. وقيل أيضا القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ. نعم. وأني من محبي الزي التراثي البغدادي، هذا زي تراثي كان الملك فيصل الأول يرتدي هذا الزي عمره ما تعام. إذا تشوف الأطفال يمكن يشوفونك يسألون على الزي مالتك، يسألون على التاريخ. ست بالضبط، ويلتقون صور معنا للذكرى. نعم ست. أنت يعني شلون سمحوا لك بهذا الزي؟ يعني تواصلت مع دائرة المعرض؟ لا ست، إحنا جروب زي التراثي. نعم عندنا سعد بشير يلبس ارتدي الزي العباسي، وست أنهار ترديدي السدار البغدادي. أي نعم نعم ست، إذا يفترونني. شكرا استاذ حسن، موفق ان شاء الله، فكره كلش حلوه، وايضا تعرف الاطفال على الثقافه العراقيه. خلينا نشوف. طبعا احنا هسه بالبدايه اول ما تدخل للجناح اللي خاص بالكتب،
خلينا نشوف ايضا منشورات مصابيح لكتاب الطفل. السلام عليكم استاذ، تفضل هنا. يا اهلا. ميت هلا. ميت الله يحفظك. شلونك؟ جينا شويه على منشورات مصابيح. والله منشورات مصابيح لكتاب الطفل دار تاسست في العاصمه العراقيه بغداد قبيل 4 سنوات، والحمد لله المشاركه الرابعه في معرض بغداد، وايضا لدينا مشاركات خارجيه في المعارض العربيه، ونطمح دائما ان تصل كتبنا الى كل بيت وعائله عراقيه. نحن هدفنا واحد، هو انه ما نخذل للامهات ولا الاطفال عندما يقرؤون قصصنا. لذلك هذا الطفل هو امانه. ما هي رسائل تطرحوها من خلال كتب؟ اي رسائل تربويه وانسانيه وجماليه هي موجوده في قصصنا. نحن نعمل على منطقه الخيال لدى الطفل. الطفل الان لا يحتاج الى رسائل كثيره، بل يحتاج الى سبورات هائله من الحب والمحبه والتسامح ولا عنف. هذا مهم جدا. خلينا نشوف الدبدوب الحداد. دبدوب الحداد. حلو الاسم والفكره. بالضبط. هذا دبدوب الحداد هذا عباره عن 10 قصائد لاستاذنا الجميل محمد كاظم جواد. هو عباره عن 10 قصائد يوميه. طريقه الرسم عجبتني. طبعا الرسامه هي مرح تعموري من سوريا، والشاعر العراقي محمد كاظم جواد. هاي تصلح لان تكون في المنهج المدرسي، المدارس يستعينون بها ايضا بالمدرسه. طبعا طبعا في الاصطفاف، في الكذا، في الانشطه التعبيريه وكذلك. اشياء جديده لهذا العام؟ هذا كله جديد، وطلعنا كتب وروايات للفتيان. هذه جديده، انه الفتيان دائما. نعم. هاي تقريبا الفتيان هم من 10 فما فوق. هذه كتب للفتيان من التراث العالمي ومن التراث العراقي أيضا والعربي، ونحاول أن ننوع، لأن تعرفين الآن الأطفال بعمر 10 يظن على أنه شاب يعني. يعني قطار العولمة السريع أعطاهم كثير من مسافات الاكتشاف، لذلك نحاول أن نقدم لهم ما هو جديد يعني، وأيضا كل ما هو يلفت انتباه الطفل. بالضبط بالضبط. هذا استعادة لحكاية جحا، وعندنا حفلة الثعلب أيضا تراث عالمي، غابة الأسود الثلاثة هي رواية، والدجاجة السوداء أيضا تراث عالمي، إضافة إلى مجموعة مختلفة. فقط لغة عربية؟ عندنا كم كتاب عربي إنجليزي، والآن نتجه إلى أيضا الكتب عربي وإنجليزي داخل الكتاب نفسه. ما عرفت اسمك استاذ. أنا قاسم سعودي، منشورات مصابيح لكتاب الطفل. نعم. موفق دوما إن شاء الله. أشكرك. السلام عليكم. تفضل. أكيد مو أنت مشارك، خلينا نعرف شنو التفاصيل. لا لا وعليكم السلام. موفقين. سلام عليكم. السلام. يا اهلا وسهلا. يا سلام. الله يسلمك. انت متطوع؟ اي نعم. فكره التطوع دا اشوف اعدادي هوايه متطوع، ايش قد تقريبا عددكم؟ هو العدد يختلف يعني من بلد الى بلد، يعني يعني بيختلف بعدد دور النشر اللي موجوده. يعني انه صراحه لو شفت بالمعرض كله انه عدد كبير من دور النشر اللي موجوده، فهذا يختلف انه من بلد الى بلد. يعني مثلا اذا تشوفين ايران، العراق، المغرب، وايد دول ثانيه، تركيا، مصر وغيرها. بريطانيا. نعم. يعني. وايد دول عربية أجنبية كذلك يعني موجودة. متطوعين فقط من العراق؟ متطوعين من العراق يعني؟ أنتم كتنظيم؟ أي نعم. مو إحنا مقسمين على. مو إحنا مقسمين إلى تيمات هواي. يعني مثلاً تيم الإعلام متواصل مع الرواد المعرض، إلى تيم الإعلام وهواي أقسام ثانية. هسه أنا مثلاً جيت كزائرة المعرض، دا أشوف اللي عندك الكارت مكتوب متطوع، شنو راح تفيد الزائر؟ المتواصل مثلاً، لأن إحنا قلت أنا ضمن تيم الإعلام والتواصل مع رواد المعرض، يعني إنه يكون بالتعاون مع تيم الميديا، نسوي لقاءات ويا رواد المعرض الموجودين الزائرين المعرض، إنه نحكي وياهم وتجربتهم بالمعرض شنو هي. بنفس الوقت إنه من نفتر داخل المعرض إنه بعض الزوار مثلاً من يسألون أو شيء نوجههم. مثلا قبل شوي قالوا وين موجود قسم الحشد الشعبي، وجهناهم وين موجود قسم الحشد الشعبي. هناك. اها هسه نروح له. اي هسه نروح ان شاء الله. يلا احنا مو احنا اول ما اجينا بدينا من نايه، هسه نروح للحشد الشعبي. شنو بيحكي لي؟ مو حج يعني حشد الشعبي انه مشان اقول لك هو دار نشر يعني يبرز كل شيء يتعلق بالحشد الشعبي من خلال مشاركاتهم ومساهماتهم يعني داخل البلد. نعم. غير خدمات تقدموها فقط هذه انه ترشدون الزائر للاجنحه المعينه؟ نعم. او ان احتاج في البدايه احنا مقسمين الى تيمات هواي، فاكو تيم اخر اللي هو تيم الدعم اللوجستي مع الزوار المعرض. نعم. حمل نعم.
علي ابراهيم. شكرا لك علي، متطوع هواية يعني، شفت بنات وولد خريجين طلاب اجوا متطوعين هنا، ان شفتوا وزرتوا خلال هاي العشرة ايام وشفتوا كارت المتطوع سألوا ان احتاجيتوا اي شيء هو يساعدكم لان هو ينزل المكان. راح نكمل، شكرا علي، بعد الفاصل. حبيت مشاهدين مستمرين وياكم من ارض معرض بغداد الدولي ومعرض الكتاب اللي بدا اليوم 18 بالشهر راح يستمر الى 27، فرصة لكل عوائلنا الكريمة انه تجي للمعرض تشوف اهم الاصدارات القرطاسية اللي موجودة، بعض المصادر الطلاب الجامعات اللي يدورون عليها، دول موجودة. ثانيا العارف للمطبوعات للبنان وبصفها المكتبة العصرية ايضا للبنان، في هواية موجود يعني دار طباعة ونشر وتوزيع مختلفة. انا شفت بنوتات حلوات تعالوا وعتهم هذه كلها اشتروها وما شاء الله، يعني انتم هاي اول يوم راح تخلصون المعرض. شنو اسمك ماما؟ تقى. تقى واسمك؟ فاطمه. فاطمه اي صف؟ سادس. خامس. يا اهلا وسهلا، ويا من جايين؟ ويا بابا. ويا بابا. شلون عرفتوا انه المعرض انفتح، معرض الكتاب؟ والله احنا اكو واحد يعني احنا هناك، احنا مو جينا من نقابه المحامين، قالوا اكو دار معرض روحوا له، اكو كنت فيه اجينا اشترينا بعض الكتب. مثلا شنو اشتريتي؟ انا اشوف ايش كم حقيبه مال بابا، حقيبه مالتي، حقيبه بابا مال القانون وعلم الناس ومحامين. اني قصص مال اطفال يعني، همين علم الناس انا احبه. شنو اخذتي المواضيع اللي اخذتيها؟ الكتب يعني مثلا علم الناس، قصص، كتب دينيه، هالسوالف يعني. تحبين تقرين دائما؟ زين خلينا نشوف اوقات الفراغ. اوقات فراغش ليش؟ انت شنو بتقضين وقتك انت بالعطله؟ اي مثلا اساعد ماما يعني، ارتب البيت، اسوي شغلات يعني. انت نادره يا شغل البيت عليك، تخاف ماما تشوفك هسه تقول ما تشتغل. لا احنا اثنيناتنا يعني، انت على ماما علي. انت تساعدين ماما وقت فراغك شنو؟ تقرين الكتب. ايه خلينا نشوف تقى. تقى انت قرايبها فاطمه؟ لا بنت عمي. اي اقاربك. اي شنو اشتريتي كتب؟ كتب مثلا قصص يعني، ما سوالف هيجي. قصص بنات لو مواضيع؟ لا قصص بنات. زين ايش قد يعني هذه كلفتوا بابا خسرتوا؟ لا لا زين بعضهم هم يعطونا اياها هديه يعني، زين احنا شرينا ب 5000 انا وياها. بس بعضهم مثلا يقولون تفضلا ها شنو هديه هاي يعني، اكو هدايا. اي راح تجون بعد لو بس اليوم؟ لا هم مباشر ان شاء الله نجي، ونروح نقابه المحامين نجي همين هنا. موظفه من هالطول. شكرا ماما، شكرا لكم، موفقين. هنشوف اخواننا المصورين، تفضلوا. السلام عليكم. شلون؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. سولف لي على اللي دا تسويه انت هنايا، انا دا اشوفك تاخذ طبعاً مختلف الصور. أكيد. صور للناس وخاصه الصور التلقائيه تصير كلش حلوه. كثير يعني من الموجودين هنا تلقاه يقلب الكتاب حسب الشيء اللي يحتاجه هو، فالمعرض كان جميل وباحداث يعني احسن من ذيك السنه كتنظيم. هو اقبال عليه ما شاء الله. اكيد تمام. زين انت يعني هاوي تصوير وجاي تلقط صور مميزة؟ اي طبعا اكيد. هو يختار يعني صور حلوة. كل سنة تجي لو هاي اول سنة؟ لا السنة الثانية هاي اجي. زين هم تختار كتب معينة تقرأ في المصادر؟ اكيد اكيد. اكثر كتاب عجبني هسه جاي اختار مع العلم عالمي الملائكة والجن. يعني تحب انت؟ احب الشغلات. اي خاصة الاشياء الخفية والاسرار. اي فعلا فعلا فعلا. ان شاء الله تلقى مصادر اخرى. شكرا لك. تمام شكرا لك. ان شاء الله. مرحبا يا هلا. شنو اسمك؟ سمر. تمام. شنو انتي طالبة؟ اي طالبة. اي صف؟ انا ثالث متوسط. ما شاء الله يعني السنة ان شاء الله ثالث بكالوريا. شنو عجبتك في المعرض؟ عجبتني الكتب والترتيب كلش حلو، عشت ايدهم على جهودهم. اي هو جيت اطلع على الكتب واشتري كتب، واني من نوع قارئة احب اقرا كتب. شنو نوع الكتب اللي تقريها؟ منوعة مثل دينية اكثر شيء، تاريخية، قصص غموض، انه اي منوع. تحبين تقرين بالكتاب لو بالتليفون؟ بالكتاب اكيد. ماكو متعب انت مصادر لو بعد؟ اي خذيت. شنو الاسماء هاي او مع يعني فكرتها؟ اشتريت كتاب تصحيح البخاري. صحيح البخاري؟ اي اي. تحبين يعني تقرين على الدين؟ اي الحمد لله على ابويا. واشتريت كتاب مال شارلوك هومز. شارلوك هومز يعني تقرين قصص وروايات؟ اي لانه الحين ما صير محقق. زين انت ثالث متوسط مقبلين على عام دراسي ان شاء الله وبكالوريا، شلون تنظمين وقتك حتى تقرين؟
أول شيء نبدأ بالحفظيات نحفظهن وبعدين بالكتابة أكتبها بالمدرسة. أي بالمدرسة نخلص. هذه الكتب الثانية اللي اشتريتها إيش وقت تخصصية تقريها؟ بوقت فراغي أو من هسه أبدي أقرأ وبوقت فراغي أبدي عاد أقرأ بيهن. زين التليفون تستخدمين طول الأسبوع لو عندك وقت معين الصراحة؟ ها لا يصير الصراحة لا لا باليوم ألزم ساعتين ونص. منو يراقبك على هذا الموضوع؟ ماما تراقبني. ماما بالمدرسة تأخذ مستويات؟ وبالمدرسة تأخذها مني. تعالي ماما. السلام عليكم. موفقة حبيبتي ما شاء الله. السلام عليكم. السلام على عيني. دا أشوف عندك ما شاء الله طفلة حابة للقراءة. تحبي الشغلات لأن هي أبوها يقرأ. أبوه يحب هاي الشغلات بحيث مسوي له بالبيت ركن خاص بمكتبة وكذا ويحب يقرأ. فهي مو أشوف أبوها يقرأ فهي بتقرأ. زين أنت مو الأم يقول لك مدرسة. الأم أكيد اللي تنمي هذا الموضوع. شلون حفزتيها ودعمتيها حتى تستمر تقرأ؟ ولما يصير معرض نجيبها أو ناخذها المتنبي أو هيجي وأبوه يظل هاك هذا كتاب قريها قصة قريها وتعلمت. زين هسه هي بكالوريا نجحت البكالوريا شو راح تضمن وقتها؟ أي عافية هسه بعد قلنا لها ماكو يعني لا تليفون ولا قراية على الدراسة وبس. هو مو منع ممكن إلها وقت تخصصين وقت مثلا الجمعة السبت وقت معين لأن إذا تمنعيها يجوز تتكئب. لا هي مو قصة بس تدرين إن ستي هاي مرحلة انتقالية بكالوريا يعني راح تنتقل من المتوسطة للإعدادية فريد بالها يظل بس يم هاي المرحلة عرفتي شو؟ الله موفقة. والبنات الحلوات أخذت أيوه شنو اشتريتوا؟ والله أخذت لهم هاي مال تعليم وهاي كتب وهم ابني أخذت له هاي مال تعليم أحرف وكذا. لأنه عمره شقد هسه السنة أول دخل يا عيني. وهو من هسه مطنقر عليكم شو؟ تعال ماما تعال إن شاء الله تلقوا له مصادر حلوة. عاشت إيدك إن شاء الله موفقة حبيبتي وأشوفك على مراكز. شكرا تسلمين قلبك. تسلمين حبيبتي. السلام عليكم ماما شلون الصحة؟ سلام. تعرف على حضرتك؟ أم يقين. أم يقين شو تعملين بالحياة؟ ربة بيت. بس جاية معرض كتاب. جاية معرض الكتاب ويا بناتي. دفعنا علي. هم جابوش اليوم. يعني أنا وياهم تقريبا على الواهز. يعني من أشوف نفسي عندي مجال أجي وياهم كل ما ينفتح المعرض. شفتي وقته مناسب لأنه بعدنا يعني مقبلين على الدراسة فوقته كان مناسب إنه ممكن تجون تشترون مصادر قرطاسية. طبعا أكيد طبعا. وقته حلو مناسب وموسم إن إحنا كل ما ينفتح إحنا نجي. أنا والبنات. شنو أكثر شيء عجبت في النهاية؟ طلعتي على أجنحة دول معينة؟ يعني شفت يعني أنا صراحة كل شيء عجبني. يعني إنسانة بسيطة فكل شيء أشوفه مرتب حلو يعجبني. بس أنا أكثر شيء البنات هم خالين ببالهم يعني روايات وكتب. حرصين على اختيار أنواع الكتب. عم تخلين. هم اللي هم اللي يحبون. أنا جاي وياهم جاية يعني أتفرج وأشوفهم هواياتهم. تعال نتعرف عليك. يا هلا. شنو اسمك؟ لين يقين. يقين شويه امام الكاميرا. يقين انت طالبه تعرفين عن حالك؟ انا يقين موظفه بالبنك المركزي مهتمه بقراءه الروايات والكتب بشكل عام واؤمن بمقوله انه حياه الانسان تتغير لمن يشتري ويقتني كتابه الاول. اليوم راح تخلصين البنك المركزي تشترين كل الموضوع. تحاول السيطر لحد الان شنو الشيء اللي عجبك من مصادر موجوده؟ يعني الصراحه احب انوع بالكتب. ما أحب أركز على فد موضوع معين. يعني الإنسان المثقف هو اللي يحاول يقرأ جميع المواضيع ما يركز على فد نوع معين. فأحاول أشوف كل شيء يعني من ناحية الشعر من ناحية الفلسفة من ناحية الروايات كل نوع أدبي أو كل نوع من الكتب هو ينطيك فد طابع معين يعني ينطيك فد ثقافة. يعني من تخلصين كتاب شنو راح يتغير بيقين؟ هو بعي هو أثر تراكمي مو أثر ملموس باللحظة الحالية. يعني أنت حاليا ما تدرك أنه أكو شيء تغير بداخلك بسبب قراءة كتاب بس بعدين على المدى يعني أنه الوعي زاد النضج زاد مع الوقت. بالضبط. وتقبل الناس تقبل الأفكار بالمجتمع الجديدة كلها هاي راح تتغير بال يعني بالتراكم المعرفي عند الإنسان. شنو اختاريتي مصادر لحد الآن لو بعدت؟ والله بعدني إذا أفتر يعني طبعا يرجع الفضل لماما ما شاء الله عليها اللي هي داء الام. الام اكيد ورا بناتها وتحفزهم دائما على القراءه. اعطيهم فرصه حتى جبتيهم اول يوم جبتيهم لا هم اللي جابوني. ما شاء الله هم يقين هم يسوون واهز فانا احب يعني ارافقهم. انا اعرف هم من يروحون المكان يروحون مكان حلو راقي ومناسب صراحه. انت صديقتي الحمد لله.
هذا الشيء نتمناه كل عوائلنا، الام تصير صديقه بيتها بالدباج على مامها. شكرا يقين، شكرا ام يقين، انا ممنونه لكم، الله يحفظكم، اكيد مستمرين. تعال ماما تعال، خطي يدي انتظر. شنو اسمك؟ علي. علي اي صف؟ رحت للخامس. للخامس، انت ويا من جاي؟ ويا العائله الكريمه كلها خلفي. تعالوا تعالوا نتعرف عليكم، تعالوا تعالوا. شنو اسمك وش اسمك؟ معصومه. معصومه. سيف. زيد. زيد. السلام عليكم. محمد. محمد، انتوا جيتوا اليوم اول يوم، زين شفتوا شيء؟ اشتريتوا شيء؟ شو اشتريتي معصومه؟ خلينا نشوف معصومه شو اشتريت. اي هاي هذا هني هاي مال التمثيل المصريه هيك تسوي. معصومه بعد اول وحده خسرتكم. بس شو اشتريت؟ اشترينا ذن الغراض يعني الدفاتر وهاي ذن السوالف يعني. يعني انتوا للقرطاسية تحضروا؟ اي لا يعني هيك شوي. ايه دفاتر صغار نشتري ذن بس. بعد انتوا شو تحبون نوع كتب تقروها؟ ما تقرون؟ ليش ما تقرون؟ تحبون تقرون بالتليفون؟ ايه نلعب بالتليفون. نلعب بالتليفون. ايش تلعب؟ العاب. بس العاب. ها اي زين ليش ما تقرايها؟ اكو واي مجلات حلوه. ما نشتري احنا هيك. ليش؟ ما مو دائما. اي شويه ماما هيك. اكو مرات نقرا واكو مرات لا. شنو السبب؟ شنو يمنعك؟ ما اعرف، ما عندي وقت فراغ. مرات العب اني. عندك وقت فراغ؟ العب بالايباد. والعطله خلصتها شلون؟ سويت بالعطله؟ اطلع مرات نطلع وهاي لعبت رياضه. شنو سويت نشاطات بالعطله؟ ما سويت سفر. بس طلعنا سافرنا. ها سافرت؟ اي سافرت. مو كل العطلة بوقت معين صحيح؟ اي زين. يعني ماكو اي مثل مجلة عنوان معين يعجبك تشتريه؟ لا ابد. زين غير الفكرة على مودنا الخاطر. ما عندي واسف هاي الشغلات. زين شو رايك يعني بي تسويها؟ ايه. انت ما تقرا؟ لا اقرا. ايش تقرا؟ يعني اسمع قصص على علي بن ابي طالب. سلام الله. تدري بالجناح هنا بالعتبه العلويه اكو كتاب خاص للامام علي؟ شفته؟ ايه. راح تشتري؟ ايه راح اشتري. عافيه عاشت ايدك. بلكي شويه تنطي شويه، ان شاء الله ماما تطمح تقرا. يعني ابدي باشياء بسيطه بعدين راح تحب القراءه، لان اكو هوايه شفت قصص ورسومات كلش حلوه تفيدك، حتى مثل الالعاب اللي تلعبها اكو رسوم متحركه هاي اللي تحبوها انت. ان شاء الله تلقاها هنا. شكرا لكم. الله يحفظكم. صراحة واحد صدمة نقول له أنت تقرأ لو ما تقرأ. ناخذ فاصل ونكمل. أي تمام، خلينا نتجول أكثر. أكيد مخرجينا لا تزعلون عليه. إحنا مستمرين أكثر. السلام عليكم. شلون الصحة؟ السلام عليكم. تفضل. يا أهلا وسهلا. تعرف؟ أيوه أنا أحمد عبد الرزاق. يا أهلا وسهلا. هاي جيتك الأولى للمعرض يعني؟ لا أنا هنا أنا مشاركين بمعرض. شنو مشاركين؟ بكتب وارشادات توعيه مروريه مال مديريه المرور. ها انت بالمديريه؟ اي موظف مدني فخليني حاليا موجود وياك. اضافت شيء جديد المرور بحيث انه اليوم تثقف عن اشارات المرور يمكن الاطفال الكبار، احكي لي شوي. بالحقيقه هو اهم شيء هي حياه المواطن عندنا، فدائما مثل هيك اماكن ننشر التوعيه المروريه للحد من ظاهره الحوادث اللي دائما. اي نعم اكو وفيات، تعرفين هالايام اكو حوادث على الخط السريع داخل المدينه خارج المدينه. اكو عالم يعني مثلا لا مطلع اجازه وبعده صغير ويسوق، او خاصه على قولتك ابو التوك توك. السيارات طبعا الخارجية ان شاء الله تضيف. ان شاء الله نجيكم. شكرا جزيلا استاذ. اكيد ذكرنا وتوك توك مو على مود شيء، لانه بالانتقال من منطقه الى منطقه اخرى اكيد يمنع السيارات هذه الصغيره جدا اللي هي اصلا ما بيها ترخيص انه تسافر لمنطقه ابعد محافظات وبالتالي يصير حوادث. تحياتنا للتوك توك. خلينا ناخذ فاصل راجعين. مشاهدينا رجعنا وياكم من أرض معرض بغداد الدولي اللي يستمر من اليوم إلى يوم 27 بالشهر. الدعوة لكل العوائل الكريمة تجون وتستفادون من ما طرح هنا بالمعرض من مجموعة من المصادر وأيضا القرطاسية اللي موجودة، فعاليات كثيرة، تعالوا استفادوا. جينا وانتقلنا إلى هيئة الحشد الشعبي وفي لهم جناح خاص بهم بعدة مصادر موجودة، معلومات أكثر راح نعرفها. وأستاذ مهند حسين السلام عليكم. عليكم السلام، شرفتونا. أهلا وسهلا. الله يخليك. اليوم احنا سألنا
اول ما دخلنا قالوا انه في لهيئه الحشد الشعبي اللي سبقه دائما بحضورها في التوعيه والثقافه وخاصه في الكتاب. نعم، اليوم جهود مباركه تقوم بها هيئه الحشد الشعبي من خلال تواجدها في هذا المحترك الثقافي. اليوم واقعا الحرب الثقافيه لها تاثير مباشر على المجتمعات بصوره عامه وعلى المجتمع الاسلامي بصوره خاصه. اليوم الحشد الشعبي يشارك في هكذا معارض دوليه للكتاب ويظهر كل المصادر والكتب والرسائل والاطاريح التي كتبها ليس فقط ابناء الحشد الشعبي وانما الشباب العراقي الواعي اللي حضر ايام المعارك واللي درسوا واللي تخرجوا بفضل الدماء اللي سالت في سبيل تامين البلاد والعباد والمقدسات. اليوم هؤلاء الشباب يردون الجميل الى ابناء الحشد الشعبي ليكتبوا الرسائل والاطاريح الخاصه عن هذه التضحيات. لذلك اليوم كل الكتب والمصادر احسنتي موجوده في يعني التابعة للهيئة موجودة في هذا المعرض، وهو يعني مصادر ونتاجات كل المؤلفين الذين كتبوا. اليوم نجد مثلا الدكتور صلاح عبد الرزاق، نجد الدكتور الحجية معلي البصري، نجد الكثير من الكتاب كتبهم موجودة الآن في معرض هيئة الحشد الشعبي، وهو نتاج واضح ونتاج مهم ونتاج إيجابي يتحدث عن هذه الفترة التي عاشها العراقيون ما بعد 2014، وهذه تعتبر نقلة نوعية لكل المصادر التي لها علاقة بما قدمه أبناء العراق في سبيل الدفاع عن بلادهم وكشف كل المخططات التي حاولت النيل من العراقيين، حتى هنالك كتب خاصة عن لا يزيف التاريخ. نعم، وهذه توجيهات المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآيات الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام الله ظله الوارف، قد أكد مرارا وتكرارا على ضرورة توثيق هذه المرحلة لكي لا يسرق التاريخ مرة ثانية مثل ما سرق في عشرينيات القرن الماضي. كذلك هنالك الكثير من الأعمال الفنية الخاصة التي أنتجها هؤلاء الكتاب واليوم تعرض في معرضنا شاشات العرض الخاصة بأيام التحرير وأيام المعارك، حتى أن هنالك كتاب قد أنتجوا يعني كتب خاصة بحادثة المطار وهي حادثة استشهاد قادة النصر، لكي يعرف العالم أن أمريكا والقوات الاحتلال هي التي استهدفت واختالت قادة النصر، وهو بذلك نعمل على يعني التأكيد على فتوى جهاد التبيين التي أطلقها السيد علي الخامنئي أدام الله ظله الوارف بضرورة جهاد التبيين وضرورة تعريف المجتمعات بما يقوم به هذا الجيل الواعي، هذا الجيل المؤمن المسلم الذي يدعو دائما إلى أن تكون الرسالة المحمدية الأصيلة هي المنهاج والطريق باتجاه بر الأمان الذي يجب أن نصل إليه بظهور صاحب العصر والزمان إن شاء الله. بارك الله بجهودكم. شكرا أستاذ مهند، الله يحفظك. خلينا نقرب شوية مصورنا الكريم إلى جناح هيئة الحشد الشعبي نشوف أهم الإصدارات اللي موجودة. مثلا سليماني من أهل العراق، هذا الكتاب إلى أبي لواء البهادلي، كتاب جميل وأيضا يعني في يعني ما شاء الله عدد، يعني هذا إن شاء الله هذا للتاريخ وبمصادر مختلفة. فاجعة المطار هذا اللي ذكره أستاذ مهند أيضا لأبي لواء البهادلي. السلام عليكم شيخنا الكريم. السلام ورحمة الله، حياكم الله وسهلا بكم. جهود مباركة ما شاء الله، دا أشوف بأهم المصادر اللي موجودة اللي توثق تاريخ الحشد الشعبي الباقي إن شاء الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولاً المتجول داخل المعرض ومعرض بغداد الدولي عليه أنه يقف بالشكر وامتنان وبالعرفان لدماء الشهداء التي سقطت على أرض العراق عموما، لا سيما الأبطال من قادة الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية بالدفاع عن العراق، ولولاهم ولولا تضحياتهم ولولا ذلك الفداء لما نحن اليوم واقفون في هذا المعرض ونحن نتجول في أروقته. بصراحة المعرض بشكل عام هو معرض لطيف و يعني جاذب، النتيجة أنه المشاركة المتنوعة، زخم الحضور، توقيت المناسب، توقيت المناسب، تنوع الإصدارات التي تواجدت على عرض على أرض المعرض، كلها مؤشرات إيجابية، كلها مؤشرات تدعو إلى أنه واقعا إلى وحدة الكلمة. احنا ما فاتنا انه نمر على الجناح المغربي نقدم لهم التعازي باعتبار انهم هم من اخواننا واعزائنا واشقائنا وفجعنا بهم. المعرض اللي احنا واقفين به هو معرض الحشد الشعبي وابطال الحشد الشعبي، بالواقع انا اقلب بعناوين الحشد الشعبي
وأنا من أمة الحشد ومن الداعمين للحشد، وجدت عناوين ليس كما يتصور المتلقي أن الحشد هو عبارة عن قوة رادعة وقوة قتالية فحسب، بل إنها قوة إنتاج فكر وقوة لإنتاج المعرفة وقوة لإنتاج بالواقع. ما زالت تقاتل بهذا الفكر؟ لا شك أنه إحنا الآن نخوض معركة جديدة ألا وهي معركة الفكر، وهذه معركة الفكر تحتاج إلى زخم وتحتاج إلى الوعي والتبيان والتوضيح والتبيين بشكل دقيق. أنا لاحظت أيضا هنا كتب لمركز تاج الحضارة الثقافي وهي تتحدث عن القوة الناعمة وكآليات التصدي للحرب الناعمة وكيف يمكن حماية الأسرة بفعل وجود هذه القوة الناعمة، وهذه أيضا تعد إثارة جديدة وطفرة جديدة في اتجاه طريقة التفكير وطريقة العمل. صراحة مرة أخرى أجدد شكري وامتناني لجميع الوسائل الإعلامية التي غطت هذا المهرجان وهذا الكرنفال العظيم الذي يقيم على أرض بغداد، أرض السلام وأرض الخير والمعرفة، لكن الشكر يكون مخصوص إلى قناة الأيام السباقة اللي هي دائما حقيقة نجدها حاضرة في كل المواقع في كل المواطن، ونسأل الله أنه يحفظ الأخوة القائمين على هذا المعرض والمشاركين فيه وأن يعودوا إلى بلادهم وأوطانهم سالمين. الشيخ الدكتور محمد علي الدليمي باحث إسلامي. دكتور وشيخ محمد الله يحفظكم، أكيد هذه الجناح اللي خاص في هيئة الحشد الشعبي هي مستمرين أيضا بالإضافة أو مجاور إلى نشوف لي قدام أوكي أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به. السلام عليكم أستاذ، تفضل هنا الله يحفظك من مسجد الكوفة ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام وسهلا بكم حياكم الله. عنوان كبير جدا من مسجد الكوفة إلى هنا أو إلى بغداد، العتبة العلوية شفتها في جناح والآن مسجد الكوفة، ماذا يقدم؟ طبعا مسجد الكوفة هاي مشاركته تقييم رقم 12 إلى في معرض بغداد الدولي، يقدم كتب أغلبها عن مسلم سلام الله عليه وهاني بن عروة أحسنتم وهاني بن عروة وكذلك المختار، وعناوين أغلبها عن الكوفة طبعا اختصاصنا العفو فقط الكوفة. أعطيني فد عنوان مميز. يعني ما شاء الله هي كلها عناوين مميزة، يعني أنا عندي أكثر من 100 إصدار، زائد عندي إصدارين يعني واحد سنوي نسميه الحولية وهي هاي المجلة الموجودة هنا، هذه من سنة إلى سنة حولية كاملة. كم هذه الكلمة تراثية؟ حولية طبعا سنوية، الحولية معروفة، فهذه تصدر من سنة إلى سنة، لحد الآن صادر من عندها 11 مجلد من هذه الحولية، وهي مجلة رصينة تعتمد على الكوفة ونشاطات مسجد الكوفة. وعندي مجلة شهرية وهي السفير باسم سفير الإمام الحسين سلام الله عليه وهو مسلم بن عقيل، فهذه نشاطات مسجد الكوفة. إن شاء الله على المستقبل عندنا بعد طبعات كتب حديثة، وإن شاء الله تشوفون بعد الأفضل والأفضل. نتعلم من هذه المدارس مسلم العقيل سلام الله عليه. أكيد إحنا شكرا نشكركم لتواجدكم، وإحنا أيضا مستمرين إن شاء الله خلال هذه العشر أيام. الله يحفظكم. المشاهدين إحنا أكيد مستمرين، وحابة أنوه إنه المعرض اليوم بدأ وراح يستمر إلى 27 بالشهر، راح أكون وياكم إن شاء الله داخل لنا الله طيبين، وأيضا زميلي إن شاء الله من بعدي علي. شكرا لكل الموجودين من مخرجين ومصورين، إن شاء الله انتظرونا أو استنونا لأنني مصريين على الساعة 5 إن شاء الله يوم غد. شكرا جزيلا حسن متابعة وإلى اللقاء.